البداية كانت مختلفة تماما. أنا مثلي مثلك بالضبط صديقي. أنا قبل ما أتابع بالحديث بتمنى منك تدعمني باللايك والاشتراك. وصديقي إذا كنت بتفضل أهم الصفقات الناجحة المجانية، ما عليك صديقي إلا تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. صفقاتنا مجانية. أنا عن تجربة، لما قررت أدخل في مجال العملات الرقمية غلطت بكل شيء، غلطت بكتير أمور وخسرت مثلي مثلك بالضبط. أنا خسرت فلوسي بقرارات كانت متهورة بأوقات غلط. سوق العملات الرقمية سوق الصبر والتحمل المسؤولية. التجارب صديقي بتعلمك كتير دروس. لو كنت جديد بسوق الكريبتو اسأل مين أعلم منك. لازم تكون على استعداد نفسي بكل أحوال السوق. أما عن اليأس صديقي، لا تترك إلى طريق لليأس، دائما انظر إلى الإيجابية بحياتك. كتير أشخاص بيسألوني عن تجربتي بالعملات الصفرية. صديقي أنا عندي موقف من هيك عملات. أنا دائما بفضل العملات اللي بتحوي مشروع، أما العملات الجديدة أنا خسرت فيهم كتير. أنا تعلمت ما أدخل عملة إلا ما أكون واثق من مشروعها. قبل ما نتابع حديثنا صديقي لازم تحط لي لايك واشتراك لحتى دائما أفيدك بالمحتوى اللي بيهمك. العملات الذات المشاريع الجديدة دائما معرضة للاختفاء بشكل كامل. رح نحاول نعمل تغطية كاملة للبيتكوين والأداء الحال والصعود والإيجابية بكافة العملات الرقمية. البيتكوين فاجأنا حقيقة بأدائه. حاليا شباب عمال بنختبر مناطق 30,000 ومناطق 29,000، مناطق مقاومة نفسية. على الفريمات الكبيرة شباب واضح انخفاض ضغط البيع والارتداد من موفيك افريج، وهذا امر جدا ممتاز. منطقة الدعم القوية 30,000 على الفريم الاسبوع بالغالب يا شباب تحولت لمنطقة مقاومة صعبة. ممكن نواجه عنف بكسر هاي المنطقة. موضوع الـ ETF صناديق الاستثمارية أبدت اهتمامه كبير بالبيتكوين. صديقي شركات كبيرة بلشت تهتم بالبيتكوين وسوق الكريبتو. صديقي هذا الاهتمام هذا إيجابي لمستقبل الكريبتو. دخول عمالقة بلاك روك، يعني صديقي كلمة بلاك روك أكبر شركة بالعالم، عملت فومو على البيتكوين. هالشركة ما بتخطي أي خطوة إلا ما تكون متأكدة من الموافقة. مصداقية هيك شركات هي أساس عملها. السؤال بيكون الفومو على البيتكوين فقط ولا على اللايتكوين؟ أكيد وبكل تأكيد لا. ارتفاع البيتكوين بالبداية وبعدين عند الانخفاض الاستحواذ منشوف ارتفاع بالعملات البديلة. أسعار العملات البديلة حاليا منخفضة جدا جدا. أسعار العملات البديلة حاليا لما كان البيتكوين بال 15,000 ما زالت نفسها العملات البديلة، ما تحرك فيها أي شيء. لازم صديقي تصحح محفظتك إذا عندك خطأ فيها. لازم صديقي تقسم استثماراتك لعدة عملات. هلا أنت صديقي إذا كنت متابع معي بالفيديوهات حتى لو كانت على القناة العامة، أنا أعطيت أمر للشباب للدخول بالبيتكوين عند مناطق 25,000. يعني بالضبط صديقي هلا نحن على أرباح. أبدا ما تغرك شمعات الخضر. هلا صديقي دخولك باللون الأخضر هذا أكبر غلط. دخولك بيكون عند تصحيح البيتكوين وعند ارتفاع نسبة الخوف والطمع. ولازم صديقي دائما يكون في عندك صبر لحتى تجني أرباح. بتمنى منك صديقي إذا كنت استفدت من المحتوى، بتمنى منك تدعمني باللايك والاشتراك. صديقي لا بالمناسبة صديقي أي سؤال أو أي تفسير على سوق العملات الرقمية حابب تسألني فيه، بتمنى منك انضم لي على الرابط الأسفل فيه وراسلني لتأخذ صفقات مجانية.
ودمتم سالمون وإلى اللقاء.